بيسألوني كتير ناس ليش صار هيك موسى؟ ليش طردوك دون انذار وخالفوا بكل الاصول والانظمه والداخليه وعقود الجماعيه وقوانين العمل اللبنانيه؟ صراحه انا ما بعرف، بس بقدر لسبب من هالثلاث اسباب او لكل هالاسباب. اولا انتقام سياسي من حزب معين. ثانيا تعيين مدير، بدنا نعين مدير انزركنا فيه من لون معين، والمطلوب إزالة الموجود أصلاً، ما فيهم يكونوا مديرين. بس يا معاليك بكل الطيار ما في مهندس؟ ولو؟ ما في مهندس بكل الطيار؟ ثالث سبب واللي هو الأخطر، بناء على طلب ترانزيتير المرفأ، ونحن بيشرفنا إنه علاقتنا مش كتير منيحة معهم، اللي وقفنا لهم الكوميسيون وإلغاء النظام اللي نحن حطيناه للبواخر. نتمنى ما يكون هذا السبب معاليك. هل يجوز لاعتبارات سياسية محض وانتخابية وتحت غطاء الإصلاح والشفافية أنه نقيل موظفين أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم ويشوهوا سمعتهم؟ ليكو أنا ماني خايفين على حالي، أنا بيعرفوني الناس، ولكن في شباب هون اتطلعوا فيهم، هودي شو بدهم يكتبوا على سفيتهم؟ أقالنا وزير الاقتصاد لأنه ما منسوى؟ كيف بيكفوا مستقبلهم؟ لا رايحين للآخر، استبدلهم بأشخاص ما عنده المؤهلات لازمة بس لأنه من حزب الوزير. بترك هالمعلومات والوثائق بهدتكن والحكم لإلكن وللقضاء.